أكثر من 30 محلة ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية الغدير تشهد أعمال صيانة وإعادة تأهيل من إكساء للطرق وإزالة للتعارضات وتهيئة المساحات الخضراء بعد توجيه الفريق الحكومي للخدمات. كافة الخدمات البلدية من زراعة، تقليم، تنظيف جزرات، إدامة المسطحات الخضراء، إضافة إلى أعمال نظافة مركزة، رفع الأنقاض، تنظيف الشوارع، كل خدمات النظافة، خدمات مجاري أيضا. هذه الحملة تكتمل المحلة 726 بالكامل، ننتقل إلى محلة أخرى إلى أن نكمل 16 محلة حسب توجيه الفريق الحكومي شرق القناة، وننتقل إلى غرب القناة. أهالي مناطق شرقي القناة ضمن قاطع بلدية الغدير التقاهم الفريق الحكومي للخدمات، وتم الاستماع إلى ملاحظاتهم في الجانب البلدي، إضافة إلى وجود العديد منهم مع الفرق البلدية، إذ إن المواطن في هذه التجربة مراقب ومشارك في العمل. الأعمال زينة، يعني الناس مستمرين بتنظيف حملات، تجينا كابسة، بس العالم أكثر شيء ورا ما تروح الكابسة، وها يجون يذبون القاض بالجزر الوسطية. هذا كان الشارع معدوم منتهي، هسه نظيف، جزر وسطية حلوة، تبليط، سايدين اشتغل، كان ما يشتغل، ما حد يمشي بيه. بانزيخانة، خدمات حلوة. هاي منطقة البلديات المضمار، شارع الحشد، أكو هنا إجراءات زينة من البلدية والتجاوزات بدأ يشيلون بيهن. وتأتي التأكيدات من الفريق الحكومي للخدمات أن المحلات التي تشهد حملة تقديم الخدمات ستخضع لزيارات ميدانية لمتابعة وتقييم عمل الجهات التنفيذية والبلدية ورفع تقارير مفصلة بالمنجز من المهام الموكلة لمختلف القطاعات. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.